يا اهلا بيكم مره تانية. عايزين نقول لكم بقى ان زميلتنا العزيزه ساره حامد موجوده دلوقتي في اهلي الجزيره، فرع النادي الاهلي بالجزيره، عشان تعرفنا ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي. ساره صباح الفل عليك، اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلت يا كريم بالفعل حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. بس كمان خليني انا ابارك يعني زيك يعني من هواندو لكل جمهور النادي الاهلي بعد يعني فوز رجال السله امبارح على حساب نادي الاتحاد السكندري ببطوله كاس مصر بنتيجة 65 بفارق 4 نقاط. النادي الاهلي امبارح توج ببطوله كاس مصر للمره العاشره في تاريخه. يمكن انا كمان كنت موجوده امبارح في ملعب المباراه في صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر، ويعني شفت المباراه، كانت مباراه صعبه جدا يعني على الفرقتين، فرقه النادي الاهلي وفرقه نادي الاتحاد السكندري، وكانت مباراه مليانه بالحماس وشد التالق كبير يعني من جميع لاعبي النادي الاهلي بالاخص ايهاب امين اللي امبارح يعني كان يعتبر هو التوب سكورر في المباراه برصيد 21 نقطه من أصل 69 نقطة سجلهم النادي الأهلي. وكمان يعني حصل إيهاب أمين على جايزة أفضل لاعب في البطولة، مش بس إيهاب أمين يعني جميع اللاعبين شفناهم امبارح تألقوا في المباراة، وكمان بالأخص أحمد إسماعيل اللي سجل الثلاثية الأخيرة في آخر كوارتر من المباراة واللي هي حسمت بشكل كبير أكيد المباراة لصالح النادي الأهلي. كمان خليني أكلمكم شوية عن يعني أحوال الفريق الفترة القادمة. يمكن مستر أغاستي بوش المدير الفني الأسباني لفريق النادي الأهلي قرر بعد المباراة مباشرة إن هو يريح جميع لاعبي النادي الأهلي النهاردة، يعني ياخدوا راحة سلبية من التدريبات وهيعودوا بكرة ان شاء الله يستأنفوا تدريباتهم عشان خلاص يعني ما فيش وقت بعد بطوله كاس مصر، هيدخلوا بقى في مبارياته ومواجهات القادمه في بطوله الدوري. يمكن النادي الاهلي ان شاء الله الفترة القادمة هيبدأوا مرحلة The Best of 3 من بطولة الدوري وهيواجهوا فيها نادي مصر التأمين، وأول مباراة إن شاء الله في المرحلة دي هتكون يوم السبت المقبل يوم 19 بالنسبة لفريق النادي الأهلي. ده بالنسبة لفريق الأول لكرة السلة وفوز امبارح ببطولة كأس مصر. كمان خليني النهاردة أكلمكم عن الفريق الأول لكرة القدم، واللي النهاردة إن شاء الله هيرجعوا يستأنفوا تدريباتهم مرة أخرى على ملعب مختار التتش بعد راحة لمدة يومين عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراة القادمة أمام نادي المريخ في بطولة دوري ابطال افريقيا في مرحله دور المجموعات، واللي هتكون يوم الجمعه ان شاء الله الساعه 6 على استاد الاهلي والسلام، واللي يعني يجب ان شاء الله اللاعبين النادي الاهلي يحققوا الفوز في المباراه دي والمباراه القادمه عشان يعني يضمنوا تاهلهم للمرحله القادمه بعد دور المجموعات وحصولهم على المركز الثاني في المجموعه. كمان بنات السله امبارح حققوا فوز مهم على نادي الشمس في المباراه الثانيه من المرحله بس اوف 3 في بطوله الدوري، وبعد الفوز ده تاهلوا ايضا سيدات السله للمرحله القادمه وهي السيمي فاينل او دور النصف النهائي من بطوله الدوري، ولكن لسه يعني هينتظر الفائز من مباراة هليوبلس والطيران يوم الخميس القادم عشان يعني اللي هيفوز من المباراة النادي الأهلي هيواجهه إن شاء الله في دور النصف النهائي من بطولة الدوري. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان فتيات الذهب او سيدات الطايره امبارح حققوا فوز مهم على نادي الزمالك بثلاث اشواط مقابل لا شيء في الجوله الاخيره من بطوله الدوري، وكده ان شاء الله النهارده يعني لاعبات النادي الاهلي هيكونوا في راحه سلبيه وهيرجعوا بكره للتدريبات عشان عندهم مواجهات مهمه الاسبوع المقبل ان شاء الله بدايه من يوم الاحد في بطوله كاس مصر وهيواجهوا فيها نادي سبورتنج، والمباريات القادمه ان شاء الله هتتلعب بنظام البلاي اوفز زي بس في لعبة الباسكت أو لعبة كرة السلة يلعبوا مبارياتهم مع نادي سبورتنج بنظام البلاي اوفز، وانه كده النادي الاهلي يجب ان هو يفوز بمباراتين من اصل 3 مباريات عشان يضمن تاهله للدور النهائي. كمان رجال الطايره النهارده هيكونوا في راحه سلبيه وبكره هيرجعوا للتدريبات الجماعيه عشان عندهم مباراه مهمه يوم السبت المقبل مع نادي هليوبلس، وبرده دي هتكون اول مباراه في مرحله البلاي اوفز او البيست اوف 3 لرجال الطايره، واللي برده لازم يفوزوا في مباراتين منهم عشان يتاهلوا لدور النصف النهائي.
جدية كريم ونهاوند كانت كل أخبارنا النهاردة اللي متعلقة بجميع الفرق الرياضية المختلفة داخل النادي الأهلي، وطبعا الفريق الأول لكرة السلة، واللي ببارك تاني لكل جماهير النادي الأهلي بعد فوزهم من امبارح بالبطولة للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي. أكيد أنا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند لو في أي سؤال، والآن العودة مرة أخرى للاستوديو. هي تغطية وافية وكافية، بنشكرك عليها جزيل الشكر زميلتنا العزيزة سالة حامد، ونروح بقى مع حضراتكم دلوقتي إلى الصحافة الرياضية.